فيسبوك. الو، السلام عليكم. الو الو الو، اذا الاتصال ما كاينش، اذا المشكل ديال الكونيكسيون الخوت. الناس اللي كيتصلوا في الواتساب راه ما كيوصلش داكشي، ما كتوصلش المكالمة. جربوا مكالمة اخرى. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، وعليكم السلام. كي داير السي سعيد؟ لاباس عليك؟ مزيان والله يبارك فيك اختي العزيزة، وانتي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. الله يكبر بيك. تفضل يا استاذة، شكون معايا؟ معك خديجة من سيدي سليمان. خديجة من سيدي سليمان، ومرحبا بالناس الغرب. ربي يخليك، شحال ربي السن يسعدك. ديالك يا خدوش؟ شحال السن ديالك؟ 24 عام. 24 عام. شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ هو أمين من سيدي سليمان، ودابا كاين في فرنسا. أمين من سيدي سليمان. وشحال السن ديال أمين؟ عنده 25 عام 25 سنة. وشحال نتوما على علاقة أختي خديجة؟ دابا، 8 شهور. 8 شهور. وفي هاد 8 شهور هادي تلاقيتو فيها ولا والو؟ تلاقينا حتى شبا كان ساكن حدانا، ودابا راه حرق مشى لأوروبا. حرق، الله يسهل عليه مسكين ويسهل على الناس كاملين. واخا اخر مرة تشوفتو اختي خديجة؟ آخر مرة تشوفنا في شهر 7 في مغول. شهر 7. اوكي، اعطينا الرقم ديالو اختي خديجة. الخوت عطونا البارطاج، عطونا القلوب. هذاك الرقم راه بقى تما، هذيك 401 تسجلات غتبقى تما دابا. هذيك عطيونا البارطاج وعطيونا القلوبه، راه مشكل، شي مشكل كاين في كونيكسيون ولا شي حاجه. واخا تفضل اختي خديجه. زيد عنده فيها واتساب هادي؟ زيد 0687. زيد 97. خطة معنا، نشوفوا. أمين 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 أمين. حتى أنت واقف لك اللايف في 401 ياك خديجة؟ سير شوف أمين. لا طالع 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 بالك خدام. شحال شحال عنده دابا؟ سير شوف شحال عنده. وانا يا راه واقف، وقف عندي في 400 هنايا الخوت، واقف عندي في 400، في 401 ما كيتزاش. المهم نتوما تكلفوا الخوت، الجيش خربوشي، تكلفوا بارطاجيو القلوبه وطاقيو لي زامي ديالكم، ورحبوا لي بالناس الجداد حتى هما باش كذلك يبارطاجيو معنا. انا راه واقف عندي في 401. اوكي امين امين. حبيبي حبيبي، راني بغيت طاقيتك في الواتساب، ولكن في انستغرام قال لي ما بغاش تكونيكت على انستغرام. مشكله ما عرفتش، شي مشكله هذا يمكن عندي. نقص نقص التليفون، نقص نقص التليفون. شنو هذا خديجة؟ واش أمين داير معاك الزواج زعما؟ شي خطوبة شي؟ هادشي اللي ناويين. لا خلينا على، خلينا على دابا النية، النية راه كاينة، ولكن زعما درتو شي إسعافات أولية ولا والو؟ كنهضر مع ماما وصافي يعني في التليفون، قال ليها خليو لي خديجة حتى نجي إن شاء الله. يعني وأنا ناوية نلحق إن شاء الله شهر 6. يعني ضمون، يعني ضمون ضاع عليك. اوكي زيان زيان. هو هذا مول الاحمر؟ هو هذا مول الاحمر. ولكن ما حالش هنايا كيبان لي. ما حالش ما حالش، لا ما حالش، ماشي اونلاين.
يكون مسكين الناس حيتاش ما خدام تيخدم اه بالصباح. لانه راه عندهم 12 وتولد دابا. ماشي اونلاين اختي خديجة، تحياتي لك اختي. احبيبي سعيد اه شدي ديكاس الحفظة. ديدي كاسوا، قول لي سميتك. أمير حفظة. ها أمير حفظة. امير حسده، احلى ديديكاس من المنبر الخربوشي الى احلى امير حسده والاخت خديجه، والله يسهل عليكم كاملين ومرحبا بكم كاملين. اروع تحيه لكم. يا شكرا بزاف تحياتي سعيد، لك، مرحبا تحية بك يا خديجه، مرحبا. يلا يا الله غدا نقدر نصرف اه عليك مرحبا بك في أخواني. اي وقت خدوج، هاني مرحبا. شكرا بزاف، يلا يلا تحياتي، السلام السلام عليك. عليكم. شكرا. يلا قطعنا عندك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وايي ها هو جاوب، وبعد من اللايف، بعد من اللايف. طفي طفي عافاك. وأخيرا مرحبا خديجة. بك، يلا لا لا أخويا شكرا بزاف. مرحبا بك. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ معك فاطمة الزهراء من كازا. فاطمة الزهراء دو كازا. شحال السن ديالك يا فاطمة؟ في عمر كيولي 23 عام. 23 سنة. شنو الاسم ديالو، فين ساكن؟ هو في كازا ولكن دابا مكانش في كازا، هو كان دابا في سمارة. شنو الاسم ديالو، شنو الاسم ديالو؟ سميتو معاد. سميتو معاد. شحال السن ديال معاد؟ 23 عام. 23 سنة. فين كاين هو حاليا؟ دابا هو كاين في سمارة دابا. آه مينيتر مخزن. ألو. الو كنسمعك، واش المخزن؟ خويا هكاك مالك مخلوعة؟ مخلوعة، أقسم بالله مخلوعة. اه تخلعش يا بلاتي عليك، يا بلاتي عليك، يا بلاتي عليك. معاد شحال كاين في السمارة دابا؟ كان في مارا مالك؟ شفتو دابا، شفتو البارح، شفتو قبل ما يتحرك شفتو البارح. اه واخا. أنا كنت كنقول معايا وشحال نتوما على علاقة؟ دابا، تقول دابا داخل شي عامين دابا. عامين ديال العلاقة. وآخر مرة تشوفتو قلتي والبارح؟ شفتو شرا لي التليفون وعطاني فلوس بمناسبة عيد ميلادي حيت في راس العام، وعطاني يعني كما كتقول. ايوا هذا راه كيحبك، هذا ما عرفت، اقسم راه بالله كيحبك هذا. اوكي، اعطينا الرقم ديالو. زيرو قيد. اه ايه وبعد من الصداع، بعد من الصداع. الو السلام عليكم سي معاذ، اش اخبارك، لاباس عليك؟ العائله الخوت الوالدين كل شيء مزيان السي معاذ؟ الحمد لله. معاذ 24 سنه من سماره، هذا الشيء اللي قالوا لنا. معك سعيد خربوش من برنامج اهداءات الليل. مرحبا بك معنا السي معاذ، راك معنا على المباشر، والشرف لينا تكون معنا في البرنامج ديالنا. الله يكبر بك السي معاذ، شكرا لحسن الاستقبال والروح المرحة باش استقبلتينا السي معاذ. الله يكبر بك السي معاذ. البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت يا معاذ؟ فاجئني اخويا، فاجئني. عزيز عليك. فاجئني. مرحبا السي معاد. للعموم السي معاد ربما شي شخص شاف البرنامج ديالنا، والبرنامج ديالنا عبارة على واحد سؤال وجواب، واللي كيجاوب على هاد السبعة الأسئلة اللي معانا كيربح معانا واحد الباك، واحد القاسمة شراء ديال 2500 درهم. أوكي، 50 ألف ريال. أوكي مغربية. على العموم السي معاد عيد صلت مزيان باش تعرف المسابقة فين غادا. أوكي، البرنامج أنه يهديها شي حد كيكون عزيز عليه، الطرف الثاني ديالو، شي حبيبه ديالو، الزوجه ديالو او الزوج ديالو او شيء من هذا القبيل. السي معاذ اوكي واضح. هذا الشخص هذا ملي قلنا له لما بغيت تهدي هذه الهديه، هذه لان انت راك ما عديهاش، عديها الطرف الثاني اللي كيكون كيعني لك شي حاجه.
يعني اختار الاسم ديالك. قال لنا يا معاذ يستحق هذه الهدية. لا تسمح لي تربحوا بعدا ونقول لك انا تكون من لا دابا غير فهمني، دابا اش كنقول لك، انا تصنت لي مزيان باش تفهم المسابقة في غدا. هاد الشخص هذا ملي قلنا له لما بغيتي تهدي هاد الهدية هذه، قال لنا يا معاذ يرد الهدية للبرنامج. اوكي شي انسان عزيز عليا فوالا. هاد عزيز عليا. لا ماشي انت، راه هو اللي ربح معانا هاد الهدية هذه، ولكن مي سولناه قلنا له لما بغيتي تهدي الهدية، قال لنا يا معاذ يا بلاش. اوكي هذه بنت السي معاذ. انا غادي نزيد نكمل لك المعلومات، داكشي اش قلت لك تصنت لي مزيان ما تقاطعنيش باش تفهم الامور كاين غادا. واخا للاشاره هاد الانسه هذه كتاكد لنا بانها بيناتكم شي علاقه ربما عاد بديتوها على التليفون، كتواصلوا مع بعضياتكم ولا بيناتكم واحد الميول كذا وهذا، وعلى ما قالت وليتي كتبغي هاد الشيء اللي قالت، وحتى هي كذلك ولا بيناتكم واحد الحب ربما ما عمركم تلاقيتوا ربما على التليفون، هاد الشيء اللي اكدت لينا هي. من قلنا لها لما بغيتي تهدي الكادو، قالت لنا يا معاد يا بلاش، وفي نفس الوقت طلعت معنا على المباشر بغات تعبر لك على مدى الحب ديالها لك السي معاد وتهديك الهدية ديالك. تفضل يا أستاذة. ويس الصوت ديال معاد هو هذا، النمرة ديالو هي هادي. اوكي قل لي خي معاد، قبل ما ندوز لك هاد الأنسة هادي، ما عاد من توقعتي تكون جاية هاد الهدية في نظرك؟ شيء ما شي كلمة بحقها. تفضل قبل ما ندوزو هذيك، شي كلمة بحق شيماء. تفضل سي معاذ باش ندوزو المكالمة. مفاجأة زوينة، أنا قلت لك مفاجأة زوينة وبرنامج المفاجآت، وفي نفس الوقت مرحبا بك معنا في البرنامج ديالنا السي معاذ على المباشرة. السي معاذ دير سعيد خربوش بالفرنسية، ما فيهاش لي سباس. احنا على جميع المنصات، انستغرام فيسبوك يوتيوب، مرحبا بك في جميع المنصات ديالنا. مرحبا بك سي معاذ. الله يخليها لك، انا غادي ندوز عليك. اوكي انا غادي ندوز عليك معاذ. مرحبا معنا. الو فاطمة الزهراء، سميتك فاطمة الزهراء ولا شيماء؟ فاطمة الزهراء. مأكدة؟ اقسم بالله علاش نكتب. يلا هو سمعته قال لك شنو؟ شيماء. اوكي شيماء، وكنبغيها بزاف وبالصحة والراحة. يلا واحد جوج ثلاثة، تفضل السي معاذ هي معك شيماء. تفضل اختي شيماء. الو الو السلام عليكم. فين ابو مواد؟ انا يا عرفتيني شكون؟ ايوا عرفتيني بعدا. عرفتك صافي صافي. الكاميرا كاشتي انا تنضحك معك والله. ولكن كيفاش لقيتي ديال شيماء؟ ما عاد بحال اختي هادي، هي اللي عزيزة عليا بحال اختي. هضرة فاطمة الزهراء. الو واش بحال اختك كتبغيها؟ وداكشي كامل درت على وديك وكدا ياك مشى؟ دابا داكشي كامل درت على وديك فين مشى؟ شنو اللي فين مشى؟ لا داكشي كامل اللي درت على وديك ومغامرات اللي غامرت على وديك وفي الاخر كتبغي شي، شنو هادشي اللي رجع عندك دابا هادي؟ دابا كتحس براسك دابا راجل كتلعب بالبنتات وكتلعب بالبنتات. كنت معاك يا راجل انا ومول البرنامج داري على الكاش، راه عارفك شي فاطمة الزهراء. شنو؟ فاطمة الزهراء. وانا اش دخلني في هادشي يا خويا؟ وانا شريت لي تليفون وكدايا وحوايج ما فهمت، كيف كتبغي شي ما؟ إلا كنت كتبغي شي ما علاش أنا خاسر عليا رزقك؟
كيفاش؟ كتبغي شنو علاش انا خاسر عليا رزقك؟ بعد من يجب تطلع عليا لا شين ولا شنو شنو اختي؟ واش ما واش انت مريض فراسك ولا انك شنو تبريش هذا زعما صحابك زعما راجل مرجل وكيزدر زخم ما كتبغيش يا بلاش انا تقول لي اكبر خلاط هنا طايره شنو؟ كنمشي لاكبر خلاطه ندوي ولا لا؟ شحال مره كنجيو كديري التليفون ديالك مضافي ما كتبغيش توريني الميساجات اللي كاينين ولا تخشي عندها انا في البرنامج زعما كذا ما كذا وفي الاخر تبيعيني العجل ولا شنو؟ كوني واقعية. لا آه انا مبيعش العجل ما والو انا يا كنت قالك السيد تكون السيدة تكسيري شي ما ايوا سمعي ايوا سمعي واش دابا سمعتي منو كامل سمعي مني شي حاجة دابا انا دابا علاش دابا انا علاش كدور بيا الهضرة دابا علاش كدور عليا دابا الدري سولني قالك شكون ديك الساعة قول لي فاطمة البعر علاش تقول لي شيما؟ اه فاطم الزهر بارك من هذاك التبوحيط انا قدام بنادم وكذا راني اللي عارفك اقسم بالله ما كنتش نصحابك بحال هكا قسما بالله تحكي من عيني والله شو اسمعي اسمعني نقول شكون كنت كون لقيت كنت شي بصح غادي سيريو اقسم بالله تنموت معاك وفريمون مت معاك ما تبغيش شاري لي تليفون ماركة وحوايج ماركة وكتبغي شي ما وحق لك كنقول لك شكون شكون كتقول لي لا لا والو شوف انا ماكش نصحابك بحال هكا شوف ربي كبير والحمد لله شكرا بزاف وعمري ما نسمح لك سيري الله يهديك سيري الله يهديك اش من عمرك ما تصلحي ليا اقسم بالله انت اكبر خلاطه وما لقيتك شاكه خلاطه قال ما نطيح معاك في حال هاد المواقف هذا ولكن المشكل ماشي منك المشكل من هادشي اللي كيدير البرنامج خاطرش هو اللي كيلحق وكيحط شي مواقف ودابا نتحدى انا اي واحد مكاينش هادي ما عندوش كثر من 13 درية يالله دخل هادي 2500 درهم تم التفرشيخ بنجاح عطيونا اللايك عطيونا البارتاج عطيونا القلوب الخوت الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام خويا بخير لاباس عليك الله يبارك فيك العزيز وانت لاباس عليك مرحبا بك الغزال تفضل شكون معايا معك حسن مرحبا بك السي حسن الله يبارك فيك اخويا شحال السن ديالك وفين ساكن ساكن في النواحي ديال صفروت السن ديالي 35 سنة 35 سنة شنو الاسم ديالها وفين ساكنة ساكنة في النواحي ديال سكورة بوسكورة سكورة ولا بوسكورة لا سكورة النواحي ديال سكورة النواحي ديال سكورة واخا شنو الاسم ديالها وفين ساكنه ساكنه في سكوره لا هاد سكوره واش حداها شي اقليم شي كذا باش نقولوا لها المدينه احسن اقليم بولمان هاك اقليم بولمان مزيان اوكي شنو الاسم ديالها وشحال السن ديالها الاسم ديالها حنان السن ديالها 35 36 نديروا لها حنايا 33 بل ولا 32 بارك عليها الدريه راك الزوجة ديالك؟ وي مزوجين ناضيين؟ مزوجين ناضيين وكاين راه شي مشاكل وبغينا نشوفو ولكن حنا ما كنديروش الا المزوجين ياك الى انا كنقول لك المزوجين ما كنديرو لهمش وعلاش باغي دير لها التيست سي حسن؟ ايه بغيت نشوف تيست حقاش عندنا شوية المشاكل و واش كتطلقوا ولا 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 مشاكل عادية لا رحنا بإجراءات الطلاق
اجراءات ديال الطلاق. ومين وصلت للاجراءات ديال الطلاق؟ شوش بقى لك ما دير لها التيست ولا هذا؟ شوش مين وبينا؟ إذا ماشي واخا إجراءات ديال الطلاق غير شوف يعني والديا هما اللي مزين وكذا يعني مازال اتصال بيني وبينها عاد هدفنا هادي واحد يومين عاد اتصال بيني وبينها. وشنو كتحمل المسؤولية ديال هادشي هذا؟ كنتحمل المسؤولية ديال هادشي هذا أنا. أنا ما كندوش شي ديال مزوجي. لا أنا كنتحمل المسؤولية ديال هادشي هذا. عطينا الرقم ديالها زيرو قيد. قول لي بعدا شحال نتوما باش مزوجين؟ اخاي مزوجين من 2000 و 2012. 2012. واخي وقتاش تفارقتوا وهذا؟ مازال ما تفارقنا. لا انت قلت لي كاين اجراءات يعني دخلتوا المحكمة. دخلنا المحكمة ولكن ماشي بإجراءات ديال الطلاق مازال يعني مازال كان محاولة تصالح وكذا. يعني كتحاولوا تصالحوا؟ كنحاولوا نتصالحوا. يلا يعني ما دخلناش الاجراءات ديال الطلاق. يلا وعلاش ما ديرش معاها محاولة صلح دابا وتحاول تصالح معاها على المباشر؟ داكشي اللي بغيت انا ندير هاكا يعني ماشي الطيس باغي تصالح معاها. باغي نتصالح معاها الى كتاب ولا بالله من يعني الناس اللي كنت هناك وكيشوفوا هذا البرنامج. يلا يلا واخا واخا اعطينا الرقم ديالها زيرو قيد. معايا بقى معايا عاود لي النمرة 0639. زيد 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 يعني بلا ما دير لها التيست يعني نيشان غندوزوك تصالح معاها. هكاك زير معانا صاحبي تصالح مع المرا ديالك وجيب المرا ديالك حداك صاحبي. راه تبعتي العائله والهضره الناس راه تخرج وعليه ما تساليش. شكرا اخي والله لان بعض المرات كيبقى بنادم كيحكم على العلاقه خصوصا العائله كيحكم على العلاقه وبنادم ما عارفش شنو كاين والعلاقه شنو اللي عارف اللي عارف الخبايا ديالها شكون عارفينها عين نتوما بجوج. اي علاقه كيكون عارف الخبايا ديالها عين هما بجوج وكيبقاو يدخلوا العائله والاخرى كتزيد جميرات من هنا والعائله الاخرى كتزيد جميرات من هنا وحتى كتشعل العافيه. لا كيكبروا الموضوع. ايوا الله يديم مخلوق واخا بقى معانا. متاكد من هاد النمره هادي؟ هي هادي خويا ما كتبغاش يدوز لنا هادي نحاول نشوف مره اخرى. الخوت بارطاجيو لنا اللايف عطيونا القلوب راه اللايف كيوقف لي هنا. اخويا راه ما خداماش هاد النمره هادي. العلبة الصوتية لاتصالات المغرب لي 06 39. الفوكرا سي حسن بفوكر. شوف حاول تصل بينا غدا ان شاء الله نصالحوكم ولا بعد غدا وقتاش ما هذا صافي؟ ايه ان شاء الله خويا. لا لا نصالحوك نعاود واخا نعاود والو ما كيشدناش الخط والو. لا والو والو حسن شوف حاول تصل بينا غدا ان شاء الله ولا بعدو نصلحوكم ان شاء الله صافي ان شاء الله خويا. ميرسي بوكو شكرا على خدمتك. يلا تحياتي للشعب العربي. قطع من عندك قطع مشاكل وين مشاكل. قال لك 2500 درهم وحصلتني. انت طمعتي 2500 درهم وحصلتي يا ودي السي معاذ رحم الله كون عطيناك شي 20000 درهم شكل. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. الله يبارك فيك يا سيدي.
ما كنسمعكش مزيان. يا اخويا الله يكبر بك العزيز، الله يخلي لك المهمات. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ نعم، ولكن ما كنسمعكش مزيان السي امين. ها كيف شيء؟ ولكن هضر معنا باش نسمعوك. فين ساكنة امين؟ امين واش داير الكيت؟ ديال وحيد الكيت وهضر معانا اخويا. الو الو الو، تفضل امين، شحال السن ديالك؟ 36. من افران، اول مره كيتصل بنا شي واحد من افران. مرحبا بك امين. شنو الاسم ديالها وفين ساكنه؟ سميتها حنان. شحال السن ديالها وفين ساكنه؟ 32. فين ساكنه؟ ازرو. اول مره كيتصلت بينا شي واحد من افران صراحه الله، نهار بدينا البرنامج. شحال نتوما على علاقه امين؟ وامين شحال نتوما على علاقة؟ 6 شهور. ايه. وشحال هادي ما تشوفتو؟ عاد تشوفتو اليوم؟ لا مخاصمين. ها؟ مخاصمين. شحال هادي باش تخاصمتو؟ عشرين يوم. شنو كتقول لك انت اللي كاين؟ اييه. واخا دي امين، ولكن هضر معنا بالجد، راه ماشي هضره هذه اللي تهضر معها على الدريه ديالك. يلا اعطينا الرقم ديالها. زيرو قيد زيد 75 زيد زيد 2 ما كتجاوبناش يا سي امين. غنحاولوا مره اخرى ان شاء الله. غنحاولوا السي امين، خصنا نشدوا لك حنان. تحياتي لك السي امين. امين اسماعيل مدني 700 مجموعة. شكرا لك السي اسماعيل، شكرا لكم كاملين. الخوت اللي باقي ما بارطاج اللايف، عطينا شوية البارطاج، الله يجازيكم بخير، شوية القلوبة، عطينا شوية البارطاج.
عطينا شويه البارطاج شويه القلوب، الله يجازيكم بخير. طيرني هذا. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ الله يعطيك الخير، وانت لاباس عليك؟ كلشي مزيان الله يكبر بك. شكرا لك ساره حسين. تفضل استاذه، شكون معايا؟ مرحبا بك هدى. شحال السن ديالك؟ ما كنسمعكش مزيان. 28 اخويا. 28. فين ساكنه هدى؟ قلعه السراغنا. كنتمنى اللي يلتحق بينا يعطينا البارطاج ويعطينا شويه التفاعل، الله يجازيكم بخير الخوت. شنو الاسم ديالو وفين ساكن؟ رشيد، حتى هو ساكن في قلعه السراغنا. شحال السن ديال رشيد؟ 38 سنه. شحال نتوما على علاقه هدى؟ 5 سنين. شحال؟ 5 سنين. 5 سنين. اي مده طويله لاله هدى. ها، اخر مره تشوفتو؟ راه 5 سنين راه ماشي سهله. اخر مره تشوفتو؟ 20 يوم. عشرين يوم ياك؟ اي اخويا. وشنو هو كيقول لك غيتزوج بيك وكذا؟ هادشي. واخ، اعطينا الرقم ديالو. زيرو قيد. اللايف كيقطع لنا الخوت، بارطاجيو لنا اللايف، عطيونا القلوبة. آخر محاولة أستاذة. وبدا هي قطعات كاع. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل استاذه، شكون معايا؟ معك سناء. ما كنسمعوكش مزيان سناء. قلت لك معك سناء مزيان، الصوت مزيان. سناء من سلا، شحال السن ديالك يا سناء؟ 24. 24 سنه. شنو الاسم ديالو وفين ساكن؟ سميتو يوسف. ساكن في كازا. يوسف ساكن في كازا. شحال السن ديال يوسف؟ 27 سنة. شحال نتوما على علاقة سناء؟ حيد لكي تختي وهضر معانا. وي دابا مزيان. عام ياك؟ آخر مرة تشوفتو؟ ما شوفنا. الحب الويفي هذا؟ ها؟ حيد اختي، حيد الكيت، حيد الكيت وهضر معانا، راه الصوت كيرجع لنا ديال النفس ديالك. وي قلت لك الحب الويفي ياك؟ حب الويفي. شنو كيقول لك غادي يتزوج بيك وانت اللي كاينه؟ وهضر بالجهد، ما كنسمعوكش. يلا عطينا الرقم ديالو. زيرو قيد. صفر سبعة. زيد زيد زيد.
الو، السلام عليكم سي يوسف. كده سي يوسف، لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ العائله، الخوت، الوالدين، كل شيء مزيان؟ الله يكبر بيك سي يوسف. 26 سنه من مدينه الدار البيضاء، واش المعلومه صحيحه؟ صحيحه سي يوسف، ما كنسمعوكش مزيان، اذا كان ممكن ترفع الصوت ديالك شويه. الله يكبر بك سي يوسف، 26 سنة من مدينة الدار البيضاء، واش معلومة صحيحة؟ الله يكبر بك سي يوسف، مرحبا بك. معك سعيد خربوش من شركة عطور المغرب بمناسبة اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة. الله يدخل علينا وعليكم الصحة وراحة البال. شركة عطور المغرب اختارتكم من بين الفائزين في القرعة اللي كنديروها كل يوم السي يوسف، وكنتم من بين المحظوظين اللي فازوا معنا بهديات راس السنة. وبالصحة والراحة سي يوسف. سي يوسف ما كنسمعوكش مزيان، إذا كان ممكن تشوف شي بلاصة فيها الريزو. على ماذا يوسف هذا؟ هذا وقيلا جا في الشبكات. تحياتي لك هدى. ده مخلويض، ده من طراز. تحياتي لك هدى، غفلوا غفلوا بلاتي.